حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم بدنا نتكلم عن الطاقة البديلة وكيفية استثمار الطاقة الحيوية. هذا الموضوع الهام نناقشه اليوم مع دكتور إبراهيم فاروق. أهلا بك أهلا بك، دكتور، صباح الخير. ويسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك ونورت برنامج قهوة الصباح. شكرا. دكتور، الطاقة البديلة هو مصطلح يستعمل كالمعتاد للدلالة على بعض مصادر الطاقة البديلة للوقود. عرفنا أكثر عن الطاقة البديلة، شو نقصد فيها؟ هو الطاقة البديلة كعنوان كبير هي نتجت عن تحدي لها عدة أسباب، منها أن الوقود ملوث للبيئة، أن الوقود غير ضرر على البيئة تكون. غير ضرر على البيئة طبعا، بكل عناصر البيئة، الماء والهواء والتربة والإنسان، يعني كعنصر من عناصر، يعني العنصر الرئيسي في البيئة طبعا يعني تماما. مضافا عليه انه هو سوف ينضب في عده نظريات 2035 او 2050، حتى ولي العهد ابو ظبي يعني اعلن ان النفط سوف ينتهي في 2035 رسميا في الامارات مثلا كدوله يعني. مضافا عليه انه هو اسعاره متفاوته، عماله متذبذبه، تطلع مرات وتنزل مرات تماما. ونحن في الحقيقه في حياتنا العاديه احنا محتاجين النفط، يعني في حياتنا الطبيعيه مش هينفع نعبي ميه مثلا مكان البنزين او الديزل او بالضبط تمام. يعني هذا التحدي تسبب في الحقيقه، نتج عنه عده عناصر او مظاهر في الحياه، منها يعني زي ما كنا بنقول الامراض، والامراض تسبب فيها تلوث بالنفط وبالغاز وبالمواد الناتجه عن احتراقه، واختلال في الاسواق، في تغير اسعار السلع والخدمات والمنتجات، مره تذكره الطيران مرتفعه، مره منخفضه، مره النفط طلع. هاي في حد ذاتها مشكله في حياتنا العاديه، وكل ذلك ادعانا ان احنا الحقيقه نركز على الطاقه الحيويه كعنصر كعنصر من الطاقه البديله الان. اذا الطاقه البديله مثل ما ذكرت عده مشاكل وعده تحديات عم تواجه العالم والكره الارضيه، وما عدا التلوث الكبير اللي عم تشهده بعض العواصم العربيه. خلينا نتكلم عن الطاقه البديله، كيف هي الحل الامثل لمواجهه هذه التحديات؟ طيب هلا الحقيقة يعني الطاقة البديلة هي شكل من أشكال إعادة استخراج أو استخدام الطاقة المخزنة في الحياة أثناء مرورها. بمعنى لو تكلمنا عن الطاقة الحيوية كعنصر، هي الحقيقة هي محاولة لإعادة إنتاج الطاقة الشمسية اللي تخزنت في النبات أثناء فترة النمو، تعرض للشمس طوال فترة نمو مثلا، ولتكن حبة الذرة أو نبات الذرة تعرض للشمس فترة طويلة أثناء نموه، وبعدين تعرض لعدة طاقات ما بين الطاقة الديناميكية وطاقة نقله وهكذا، فتكونت فيه طاقة، وبعدين يتقلى بيه عدد آليات بسيطة، يعني حوالي 400 آلية 500 آلية خفيف يعني في المطاعم. فكان النتيجة أنه كل هذه الطاقة بيتم إعادة إطلاقها من خلال صناعة الديزل الحيوي مثلا، كصناعة واضحة متبلورة العناصر والأركان في العالم الآن. نعم. طيب دكتور، شو هي المراحل اللي تمر فيها حتى نستخرج طاقة بديلة ما فيها أي ضرر على البشرية؟ طيب خلينا ناخد الديزل الحيوي. نعم. الديزل الحيوي احنا الحقيقة بنفيد البيئة في اتجاهين. الاتجاه الأول احنا بنجمع زيوت الطعام المستعملة من المطاعم والفنادق والبيوت، بعد ساعات بناخد هذا الزيت بنعمل له عمليات كيميائية وفيزيائية متعاقبة، يكون نتيجتها الآن ديزل هو الآن صديق للبيئة من سببين، إنه هو بدل ما ينكب الزيت ويتسبب مشكلة بيئية، والنقطة الثانية إنه هو ناتج عنه كمان نواتج احتراق الديزل الحيوي أقل ضرر على البيئة وأقل كربون بس، والناتج عنه كمان بيكون بايودجريدابل أو بيكون قابل للتحلل وغير ضار بالبيئة أبدا. بس في ملاحظة كمان، إن بس كيلو واحد من زيت مستعمل لما بينكب، يعني آسف، في الصرف الصحي بيتسبب في سد 1000 متر من الصرف الصحي تماما. فتخيل كيلو واحد في كم كيلو بينكب للأسف في الصرف الصحي، وتبعات ان انسداد الصرف الصحي للاسف سيء. امام مشكله كبيره وكارثه اذا لم يتم الحل وتخلص اتخاذ القرار المناسب. طب بالطبيعه في طاقه اكيد بديله، في طاقه حيويه، كيف عم نحاول نستغلها وتسد مكان الطاقه النفطيه وغيرها؟
ممتاز. هو الحقيقة يعني بداية دايما كل المشاريع زي ما حضرتك تفضلت ان احنا نكون محددين وين المشكلة. نعم. هلا احنا مشكلتنا الرئيسية في ان احنا نوفر دائما مصدر آمن ومستقر السعر في الحد الأدنى، يعني خلينا نقول مش انه سعره منخفض، خلينا نقول مستقر السعر. نعم. من الطاقة بحيث انها تخدم المجتمع وتخدم على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع كله وعلى مستوى الفرد. في النهاية انا فاتورة الطاقة عندي آخر اليوم هي اللي بتسبب لي مشكلة او بتسبب لي سعادة. ان انا بدفع قد ايه كهرباء وبدفع قد ايه فيول او وقود وهكذا. نعم. طيب دكتور، الديزل الحيوي الى اي مدى يمكن ان يخدم اقتصادنا ويخدم المواطنين؟ انا الحقيقه حابه اتكلم عن التجربه اللي احنا مرينا فيها. التجربه كانت واضحه تماما ان احنا بنجمع مجموع الزيت المستعمل من كل الاردن. نعم. ومن عدد من البلاد المحيطه بنا اقليميا، وما بعد بنعيد تصنيعه وبنحوله للديزل الحيوي. نعم. وبنصدره وبنبيعه. الحقيقة قد ايه هو مفيد، احنا ممكن نتكلم على صوت الموتور. نعم. ان السواق الشوفير بيقول ان صوت الموتور اختلف تماما. يعني فبالتالي ما راح يكون ايضا هناك تلوث للبيئة. نعم. اطلاقا. انخفض تماما. نعم. يعني حتى يعني احنا في عندنا دراساتنا واضحة في هذا الموضوع تماما وفيها. نعم. دقة ان مثلا استخدام 5% فقط من الديزل الحيوي. نعم. بيتخلط مع 95% من الديزل النفطي. بيحسن كفاءة الديزل النفطي نفسه. وإذا بالتالي. نعم. احنا بهاي الحالة ايضا. نعم. راح نفقد ايضا التلوث والكثير. نعم. من الاشخاص عم بيصيبوا بالسرطانات نتيجة التلوث اللي عم بيكون من. نعم. محركات السيارات. فاحنا راح يكون عندنا جانبين. نعم. جانب انه احنا نحمي البيئة من التلوث، وجانب انه احنا نحمي. نعم. الصحة من التلوث. يعني وكمان احنا اليوم. نعم. عفوا، وكمان بنحمي مركباتنا. يعني. نعم. هو كمان بيقلل حجم المينتننس. نعم. او الصيانه. نعم. للسيارات وال صحيح. نحن اليوم نتفاجئ وقت نشوف سيارات بتشتغل على الديزل، لما نشوف يعني المخلفات اللي عم تطلع منها من الدخان الاسود. نعم. اللي عم يصيب على الرئه وغيرها. طب كتكلفه ماديه قد. نعم. ممكن نحكي عن التكلفه الماديه، الفرق بين الطاقه الحيويه المتجدده وموضوع يعني اذا ما نتكلم عن المشتقات النفطيه. رائع. هلا. نعم. التكلفه الان هي لها عده عناصر، تكلفه مباشره وتكلفه غير مباشرة. ولكن إذا كان الديزل، لو عملنا مقارنة بسيطة، إذا كان الديزل 8 دولار مثلا. نعم. الديزل النفطي وثمن الديزل الحيوي 8 دولار أيضا. نعم. الآن الديزل الحيوي هو أكثر توفيرا من الديزل النفطي طبعا. والسبب. نعم. ان مفيش صيانه، يعني صيانه. نعم. السيارات النقل ما بين المحافظات وما بين الدول، الشاحنات التراكس الكبيره صيانتها السنويه فقط بسبب الديزل تصل. نعم. الى 800 دينار اردني. نعم. او 1000 دولار تقريبا. ألف دولار تقريبا 1000. نعم. دولار امريكي تقريبا. بسبب يعني بسبب. نعم. ان الديزل النفطي هو في حد ذاته بيسبب مشاكل في السياره، فادي. نعم. اول خلينا نقول 10% فرق. مضافا الى ذلك انه بيحسن عمر الموتور. نعم. الأوفرهول وعمليات الصيانة كمان بتقل كمان مرة، مضافة أنه بيمشي شوية زيادة. مش يعني هو يعني بيوفر إلى حد ما. بيوفر إلى حد كبير. بالضبط. نعم. مضافة أنه عملية في جزئية مهمة في الموضوع، موضوع الكربون. هلا الان اتفاقيه الكربون هي داخله على العالم من هنا 2017 وبعدين 2020. نعم. فبعد ساعات للاسف في شركه، كثير من الشركات مش قادره تفهم انها لن تستطيع ان تصدر الى الغرب الا ان هي تحدد او تقلل من كميه بصمه الكربون الخاصه بها، الكربون فوت برينت الخاصه بالمنتج الخاص بها مثلا. نعم. طيب نتكلم عن الايدي العامله عم تشتغل بموضوع الطاقه البديله، خبرنا عن الكفاءات الموجوده وخبرنا عن مدى الوعي للايدي العامله للطاقة البديلة. والله أنا فخور بالأيدي العاملة اللي بتشتغل معنا. والشباب الباحثين والشباب على المستوى الفني وعلى المستوى البحثي شباب رائعين. بالنسبة للمصنع القائم هو بيوفر أكثر من 30 فرصة عمل تقريبا في على مستوى الصناعة. غير على مستوى الجمع الزيوت وتجميع والفلترة بيوفر كمان أكثر من 100 وظيفة فرصة عمل. حلو. كمان. نعم. نعم. بمجرد ما أنه أنتم تاخذوا الزيت وتبدأوا بالفلترة، شو هي المراحل اللي يمر فيها حتى يتفلتر وحتى ينزل كمنتج للمستهلك؟ منتج ديزل حيوي الآن. نعم. بايو ديزل يستخدم المستهلك. نعم. هلا هي المراحل هي كيميائية فيزيائية.
لكن بسطتها في انه الحقيقه انه بتسخن عند درجه حراره معينه، نعم، وينضاف عليه بعض الاضافات، نعم، فبيكون ناتج عن ذلك منتجين رئيسيين، جليسرين، والحقيقه احنا بنبيعه لمصانع الدهانات ومصانع، نعم، الصابون والمنظفات، نعم، ومستحضرات التجميل، نعم، وبيكون عنده ديزل حيوي اللي هو بنعمل له كمان عمليات ثانيه، عمليه غسيل، نعم، هي غسيل مقابل السيليكا جيل او، نعم، غسيل ناشف دراي، نعم، دراي ووش الحقيقه، نعم، على اساس يتحول لديزل صالح للاستخدام، نعم، مطابق للمواصفة الأوروبية، ممتاز، اللي هي الاي ان 14214. نعم. طيب 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 دكتور، اليوم انا حابة انه انا استخدم الديزل الحيوي عن الديزل المعتاد عليه النفطي، وين بدي اروح؟ هل ممكن انه انا بدخل باي محطة للوقود او للبنزين وانا بدي اطلب منه هذا الشيء؟ الان هو موجود في اغلب المحطات ولا كيف؟ هلا هو للاسف هو في دولنا العربيه لسه مش متوفر بالشكل، لكن انت ممكن تدخلي وين المعضله؟ محطه وحيده في الامارات ممكن تلاقي فيها طيب وين المعضله؟ شو المشكله؟ اذا انت تكلمت انه عم نتكلم كسعر ما في كثير فرق في السعر، صح، المشكله وين؟ هلا المشكله انه هو لسه جديد على بلادنا العربيه، يعني لسه كثقافه، يعني ليس بالضبط من جهه، هي جزء من المشكله، والجزء الثاني ان سيارات الركوب الديزل مش موجوده في بلادنا العربيه، يمكن انا شفتها حرك، ممكن شوف او اي حد فيكم شافها، انه ممكن يركب سياره تكون ديزل، نعم، السياره خاصه، سياره خصوصيه، نعم، سيدان او سياره عاديه، نعم، في حد ذاته عامل مسافه شويه في الثقافه عن، نعم، موضوع البايو ديزل، نعم، مضافا عليه ان احنا شويه ممكن الانسان عدو ما يجهل في لحظه ما، يعني تماما مش عارفه الانسان وجديد عليه وهكذا، لكن في بعض الدول زي الامارات عملت محطه خضراء، نعم، نعم، هاي المحطة كل ما فيها صديق للبيئة، تمام، الغسيل صديق للبيئة، حلو، إدارة بالطاقة الشمسية، نعم، حتى الكافيه كل شيء فيها جرين، حتى الكافيه فعلا صديق للبيئة، جرين. طب هذا الموضوع يعني ليش ما في دعم الدول العربية، ليه ما عم تدعم هي الفكرة، اللي ما عم يعني كون عم تحكي لي انه كتير في ايجابيات ل يعني الديزل الحيوي، برأيك ليش ما في دعم، ليش ما عم تكون في ابحاث وتدعم هذا الشيء، ليش ما عم تنهضوا انتم كمفكرين عندكم افكار بالطاقه البديله، ليش ما عم يكون في هذا الدعم؟ ليه ما عم بتقدموه ويصير معتمد انه هذا الشيء موجود؟ اللي ما توصلوا مع وزراء النفط انا صراحه يعني في تجربتي الشخصيه، خلينا اتكلم، انا لقيت كل الدعم الحقيقه من وزاره الطاقه في الاردن ووزاره البيئه، نعم، بشكل كبير، ان هم دعمونا في اتجاه ان احنا يكون مصنعنا قائم بكل الوسائل اللي هم استطاعوا ان هم يساعدونا فيها بكل تاكيد. طب نحن ممكن نشوف غير الديزل، ممكن نشوف بنزين او نشوف غاز او نشوف اي كاز مثلا؟ هو الحقيقه هو مش مدحن امن ايضا، مش مدحن في الاردن، لكن الواقع هي البلد الوحيد اللي فيها تشريع، وهو الحقيقه في زي ارنب وسلحفه بيمشوا جنب بعض، الارنب اللي هو بينط بسرعه اللي هو التكنولوجيا، والسلحفاه هي التشريعات، مش في كل العالم، يعني مش في دولنا فقط، فالحقيقه الاردن عندها الحقيقه ارنبين، الحقيقه التكنولوجيا حلو بتمشي قدام، في تشريع دكتور للديزل الحيوي، وفي تشريع كمان للبنزين واللي هو دكتور بالختام، كلمة حابب توجهها رغم الصعوبات والتحديات اللي واجهتك، كلمة أخيرة تفضل. والله أنا أحب أتشكر، يعني أتشكركم الأول كقناة الاي بي ان، وأتشكر الشباب اللي معانا في المصنع، يعني الأستاذ مأمون، ويعني عدد كبير من أصدقائنا، الأستاذة إيمال هي مصنع في تونس، الحقيقة احنا قدمنا لهم استشارة وهم تشكرونا كثير، واحنا فرصة ان احنا نتشكرهم، الحقيقة عدد كبير من الناس تواصلوا معنا من العراق، الحقيقة حابين انهم يستفيدوا من خبرة الديزل الحيوي، لانه في حد ذاته شافوا انه في فرصة ممتازة، انه حبيت اتشكرهم جميعا، الحقيقة عدد كبير منهم في المرة الماضية، يعني نعم، وبتشكركم مرة ثانية. وفي الختام نشكر احنا حضورك وتواجدك معنا في برنامج قهوة الصباح، وعلى ايصالك المعلومة المهمة من خلال حديثنا الآن. الدكتور إبراهيم فاروق إبراهيم، خبير في دراسات أبحاث الطاقة الحيوية، تحدثنا معك حول الطاقة البديلة وأهميتها بالنسبة للمجتمع وصحة الإنسان. شكرا لك، شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية على هالجهود الرائعة، الجهود الفكرية، شكرا لك، شكرا، نهارك سعيد. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا معكم
معكم لختام حلقتنا لليوم، حلقة نهاية الأسبوع. بتمنى تكون فقراتنا لليوم حققت التوعية والفائدة والمتعة، وإذا إن شاء الله نتمنى لكم عطلة سعيدة وجمعة مباركة. شكرا لحسن المتابعة والطيب، ونلتقيكم على بركة الله وحفظه يوم الأحد المقبل بحلقات البث المباشر من قهوة الصباح وحلقات البيست أوف، وكالمعتاد يوم الجمعة والسبت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، إلى اللقاء.